طالع له من ناحية اليمين، وادي الهجمة على طول من ناحية اليمين والعرضية جوه الجول على طول احمد ريان، وادي المتابعة الهجومية على طول احمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي احمد ريان. ادي بنشوفها في العادة مرة ثانية، وادي محاولات الوصول للمرمى، وادي العرضية الجميلة، وادي الخطأ الدفاعي والمتابعة الجميلة على طول من احمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي. ثلاث اهداف مقابل لا شيء، واحمد راس الريان يحرز هدفين وثلاث اهداف وثلاثية في مرمى البلاستيك. احمد ياسر